الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بدايه حلقتنا النهارده اتكلم عن امر شديد الاهميه، الشائعات وخطورتها على الصناعه الوطنيه. طبعا كلنا سمعنا عن مصنع بيراميدز في جنوب بورسعيد، المنطقه الصناعيه بجنوب بورسعيد. هذا المصنع هو الاضخم في منطقه الشرق الاوسط لتصنيع اطارات السيارات والسابع عالميا. هو ينتج منتجات غاية في الأهمية ومقاسات مختلفة، وبيصدر النهاردة لحوالي 10 دول. فجأة قالوا هذا المصنع هيتنقل بالكامل لإحدى الدول العربية، وإن استثماراته اللي حجمها 3 مليارات جنيه تنهار في مصر. طبعا هذه الشائعات غرضها بس الإحباط في نفوس المصنعين والمستثمرين، ولكن الحقيقة اتكشفت في زيارة هامة جدا قام بيها اللواء المحترم عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى هذا المصنع العملاق. هذا المصنع بينفذ النهاردة توسعات كبيرة جدا هتزود عملته من 1500 عامل لحوالي 4000 عامل. والدول اللي بيصدر لها اللي عددها النهاردة 10 دول بيخطط انه يصدر ل 18 دولة، وانه يبقى من اكبر 4 مصانع في العالم لانتاج اطارات السيارات. اكيد كلنا بنزعل لما نشوف الاطارات تأتي من الخارج واسعارها بقت فلكية. النهاردة الصناعة الوطنية بقت قادرة على انتاج هذه الاطارات بمختلف مقاساتها ولجميع أنواع السيارات. الوزير والمحافظ كان في قمة دهشتهم خلال الزيارة، والجدع إبراهيم جودة مؤسس مصنع بيراميدز لإطارات السيارات يشرح خطة التوسع. هذا الرجل طموحه بلا حدود، حتى لو أنشأ مصنع آخر في إحدى الدول العربية لن يفرط في الصناعة الوطنية. ده كلام أنا سمعته منه شخصيا. احذروا 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 شائعات الإحباط وتدمير الصناعة الوطنية. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. دلوقتي في مدينة 6 أكتوبر هنزور مصنع المصرية للألبان عشان نتعرف على منظومة متكاملة لتصنيع الألبان المصرية. خليكم معانا. المصرية لمنتجات الألبان صرح كبير تابع لمجموعة جهينة في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وطاقته في استلام الألبان تتجاوز 2000 طن يومياً، وبالتالي هو أكبر مصنع لإنتاج اللبن المعقم واللبن المحلى وتصنيع كريمة الطهي في مصر. المصنع أنشئ سنة 2000 وتم افتتاحه سنة 2001، وهو بيتميز بقدراته الإنتاجية العالية وتطبيق أفضل تكنولوجيا في مجال تعقيم وتعبئة الألبان، لأنه متعاقد مع أكبر شركة تعبئة ألبان معقمة في العالم تتراباك، واللي منحت المصنع أحدث أجهزة في استلام وبسترة وتعقيم الألبان، وكمان أحدث الماكينات في مجال تعبئة الألبان المعقمة. وخلي بال حضراتكم، مصنع المصرية لمنتجات الألبان بيطبق أعلى نظم ومعايير سلامة الغذاء والصحة والسلامة المهنية ونظم إدارة الطاقة والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، ويعتبر من أوائل المصانع اللي تم اعتمادها في القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء المصرية وكمان اتحاد التجزئة البريطاني. دلوقتي حضراتكم في قلب مصنع المصرية لمنتجات الألبان، وبجد حاجة تفرح، دي مستشفى مش مصنع ألبان، واستقبالهم كان مبهر فعلا، لأن المصنع بيكلم كل زواره وبيشرح مراحل إنتاج الألبان إلكترونيا وتعبئتها بدقة شديدة جدا. الاستقبال ظريف جدا وعجبنا، عشان كده قلنا حضراتكم لازم تعيشوا معانا الأجواء العظيمة دي. هنا في الغرفة دي أول غرفة بيستقبلوا فيها أي زائر للشركة المصرية، بتخرج تماماً من الأجواء بتاعة القاهرة وبنتنقل فوراً إلى
الواحات البحرية وتحديدا مدينة منديشة. زرنا مع حضراتكم قبل كده واحدة من أعظم مزارع الألبان في مصر، موجودة في منديشة في الواحات البحرية. دي المزرعة اللي بتورد الألبان اللي جودتها عالية جدا للشركة المصرية لمنتجات الألبان. حضراتكم شوفوا معانا اللي حصل في هذه الغرفة، بجد أكتر من روعة. بيعرضوا فيلم كامل عن مزرعة الواحات البحرية اللي بتنتج أجود أنواع الألبان. احنا الكلام ده شفناه ووريناه لحضراتكم. خلي بال حضراتكم، مزرعة الإنتاج الحيواني في منديشة فيها حوالي 6500 رأس أبقار هولشتاين، وبتنتج حليب عالي الجودة جريد A مواصفة جهينة، تبريد، تعقيم، نقل، مبرد، وبأقل نسب في العد البكتيري. أما السموم الفطرية فتقريبا زيرو، باختصار لأنهم بيمتلكوا معمل للجودة على أعلى مستويات التجهيز لمراقبة المدخلات من الخامات وتحليل الحليب في كل مراحل تداوله ومتابعة صحة القطيع. عشان كده هي أول مزرعة في مصر تحصل على شهادة سلامة الغذاء وكمان شهادة الأيزو 22000. دلوقتي حضراتكم في قلب المصنع، والخطوط والتنكات والمعدات الاستانلس هي اللي بتقوم بكل عمليات البسترة والتعقيم والتجنيس للألبان وكمان التعبئة. تعالوا نقابل المهندس حسين رستم مدير مصانع الألبان في جهينة، وهيشرح إزاي بينتجوا 6 ملايين عبوة ألبان يومياً، وإزاي بتستقبلها حوالي 65 ألف منفذ بيع. وبالمناسبة المهندس حسين رستم خبراته بتمتد لحوالي 33 سنة في مجال تصنيع الألبان. المهندس حسين رستم مدير مصانع الألبان في جهينة، ده واحد من مصنعين بتمتلكهم جهينة للألبان ومنتجاتهم. تمام، خليني أعرف من حضرتك المصنع ده عمره النهاردة قد إيه؟ بنستقبل الألبان إزاي؟ إيه هدفنا من إنه كله بالكامل يبقى أوتوماتيك، اللبن محدش بيشوفه؟ إحنا استحوذنا على المصنع ده سنة 2005 من شركة شقيقة، يعني شركة متخصصة في الألبان. إحنا لما استلمنا المصنع ده كان أقصى طاقة إنتاجية فيه ما بتصلش أكتر من 200 طن بعدد موظفين عالي جداً. السنة دي إحنا من 4 مكنات المصنع ده فيه 20 مكنة بتنتج لبن بأحجام وأصناف مختلفة. بتستلم في اللبن في المصنع ده ما بين من 800 ل 1000 طن لبن خام يومياً. وصلنا بعدد موظفين أقل من الربع من اللي أخدناه بسبب الأوتوميشن. إيه الحكمة من الأوتوميشن؟ بتقلل الخطأ البشري. بتقلل الخطأ البشري فعلاً، وبالتالي بنبقى ضمنين جودة المنتج اللبن اللي طالع ما فيهوش أي مشاكل. فإحنا في خلال الفترة دي كلها زودنا من 5 مكنات، النهاردة إحنا دخلنا وصلنا لـ20 مكنة بتنتج في اليوم. مش مهندس، الموضوع معقد جدا. انتاج اللبن ده مش مجرد لبن بناخده مزرعه ونعبيه، طبعا ده الموضوع بالغ التعقيد. يعني ازاي نضمن جوده المنتجات اللي بتطلع من المصنع هنا؟ بتعملوا ايه بعد ما بيوصل اللبن في المصنع ده؟ عندنا اداره الجوده اللي موجوده في المصنع. عندنا احنا بنستعمل لبن عدو البكتيري ما بيزيدش باي حال من الاحوال عن 300 ألف. بعد كده بنبتدي مرحله المراحل المختلفه التصنيعيه من بسطره، ممكن لو هنعمل لبن فليفر ميلك زي شوكولاتة كاكاو نبتدي نصنعهم، بعدين نعمل بسترة للبن اللي هي بنرفع اللبن ل 75 درجة مئوي لمدة حوالي نص دقيقة، بعدين نبرده، بعد كده نبتدي نعقم اللبن ده تاني اللي هو بنرفعه ل 137 درجة مئوية اللي هي الحرارة اللي بتقتل كل أنواع البكتيريا سواء الخضرية أو المتجرسمة، ونبرده ونبتدي نعبيه على المكن نفسه بيحصل له عملية تعقيم وغسيل قبل مرحلة الإنتاج. وكل الخطوط لا يمكن تنتج منتج بعد 20 ساعة إلا ما يكون المصنع بالكامل حصل له عملية غسيل، وبالتالي المنتج النهائي بعد كده لا يفرج عنه إلا بعد مينيمم 5 أيام من التحاليل المعمل سواء كيماوية أو بكتيريولوجية عشان نتأكد إن كل علبة ما فيهاش ولو بكتيريا واحدة قبل ما ينزل للسوق. خلي بال حضراتكم، إدارة التعاقد مع مزارع الألبان في مصنع المصرية لمنتجات الألبان بتركز على 3 محاور رئيسية. أولاً سلامة الألبان وجودتها اللي بتنتجها المزرعة، وثانياً الحالة الصحية للأبقار الحلابة، وثالثاً جودة وكفاءة معدات نقل وتبريد وحلب الأبقار. صناعة الألبان في مصر، أنت شايف أن عدد المزارع بيغطي احتياجات المصانع ولا محتاجين التوسع
في مزارع إنتاج الألبان. إحنا المصنع هنا ممكن يوصل لألفين طن في اليوم، بس دي أقصى كمية نقدر نوصلها من المزارع. فأنا شايف إنه الاستثمار يعني عندك عقد يومي حوالي 800 طن. 800 طن تقريبا ممكن تستقبلهم إضافي؟ ممكن أستقبلهم بمنتهى السهولة. باشمهندس حسين، جهينة حلم كل مزرعة ألبان في مصر، فلوس حاضرة، دعم فني، كفاية إن أنا بورد لجهينة دي شهادة بحطها في المزرعة عندي، صح ولا لأ؟ تمام. عايز أعرف منك الشروط عشان لما أعمل مزرعة ألبان هبقى مطمن وورد لجهينة. بص حضرتك، الهايجين في المزرعة يبقى عالي جدا، العدد البكتيري فيها ما يزيدش بأي حال من الأحوال، هنقول 500,000، نسبة الدهن والبروتين النسبة الستاندر بتاعت اللبن البقري، السبورز فيها ما تبقاش عالية، واللبن لما يوصل للمصانع يبقى مبرد بحيث أقدر أستعمله. هو دي أهم الشرطات للمزرعة. أي هل بتلزمني بعدد محدد في المزرعة؟ يعني عدد أبقار محدد؟ لا 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 لا. هل بتلزمني بمحلب إلكتروني؟ لا لا خالص. أنا المهم عندي جودة اللبن اللي طالع من عند المزرعة من هناك. المصرية لمنتجات الألبان بتستلم اللبن الخام من حوالي 120 مزرعة مصرية، يعني حوالي 60% من إنتاج ألبان المزارع في مصر بيتورد للمصنع، وبمجرد الاستلام بيوجه إلكترونياً للتنكات المجهزة لاستلامه وتبريده بعد ظهور نتائج التحاليل الممثلة للألبان والتأكد من جودته. ومن اللحظة دي محدش بيشوف اللبن النهائي، وبيتم التحكم فيه من خلال غرفة كنترول كاملة. تعالوا نقابل المهندس طارق بهروز، مدير مصنع المصرية لمنتجات الألبان، وهو تخرج في كلية الزراعة بجامعة عين شمس، تخصص تكنولوجيا ألبان سنة 1999. من الصبح واخدنا في رحلة شيقة جدا، متعنا كده برحلة اللبن لغاية لما بيروح للمستهلك، مش هقول لك كمان في السلسلة التجارية. احنا بنتابع اللبن من اول المزرعة، عندنا ادارة تطوير المزارع موجودة في المصنع بتراقب كل المزارع اللي احنا متعاقدين معاها، وبتشوف درجات الجودة ان احنا نحقق درجات الجودة العالية، ونضمن ان اللبن اللي جاي لنا لبن رقم واحد. بيجي لنا اللبن هنا اهو، بنحلله تحاليل رصيف الاستلام، بنتأكد ان اللبن تمام، ثم بنبدأ بقى مرحلة نسحب اللبن، بنبرده، بنخزنه، ثم بناخد اللبن نبدأ بقى نوجهه. زي ما حضرتك شفت المصنع بتاعنا في كذا كاتيجوري، لبن جهينة، لبن ميكس، لبن بخيره، والكريمات، كل ده بيتصنع في المصنع هنا اهو. طاقة المكنة قد ايه يا باشمهندس؟ انا اقول لك الاول طاقة المصنع. احنا في المصنع ده بننتج من 1200 طن ل 1600 طن يوميا، والماكسيمم كاباسيتي في المصنع ده بيوصل ل 1900 طن يوميا. المكن عندنا مختلف، احنا عندنا مكن البخير. انا سألتك على المكن ليه؟ لان كل مكنة عندك ده مصنع. بالظبط، مصنع لوحدها. بالظبط بالظبط. انا بقدر انتج في البخيرو، بقدر اوصل انتاجي في اليوم ل 60,000 كرتونه بخيرو. 60,000 كرتونه بخيرو ده اكتر من مليون عبوه. انا بنتج في المصنع ده يوميا ما لا يقل عن 2.5 مليون عبوه يوميا بيتم انتاجهم في لتأمين السوق المحلي. ده انتاج السوق المحلي. اه، واحنا عندنا برضو جزء تصدير بيروح لليبيا وبيروح لاماكن تانيه مختلفه في افريقيا وفي اسيا وفي اوروبا. دايما يقول لك المصنع اللي بيعمل منتجات البان بياخد من خير اللبن. الكلام ده صح ولا غلط؟ لا، الكلام ده مش مظبوط. فهمنا. هي الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان احنا في مواصفات قياسيه احنا ملتزمين بيها وبنشتغل من خلالها. تمام. يعني انا مثلا على سبيل المثال اللبن المواصفه القياسيه بتاعت الفات او بتاعت الدهن فيه 3.1، فاحنا بننزل اللبن بيجي لنا بينزل 3.1. طيب انا بنتج منزوع وبنتج زيرو فات، طب فرق الدهني ده اللي بيجي لي اللبن اللي بيجي لي من بره بيبقى البونت بتاعه 3.5 و3.6. الكريمه دي اللي انا باخدها فرق الدهني ده بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه الكريمه. فبالتالي انا في منتج تاني بتوجه منه منتج مشتق من مكونات اللبن بنتج منه. بنشتغل ازاي بقى على ضمان جوده العبوه بتاعتنا؟ يعني انا بنزل بيها سلسله تجاريه، انا كمستهلك باخدها في بيتي، تنصحني بايه عشان احافظ عليها؟ انت تحافظ عليها ازاي؟ ان العبوه ما تتخبطش. انا بقول لبن معقم، لبن في اسيبتيك كونديشن، بالبلدي ما يلمس الهواء. اي ظروف تخلي اللبن ده يرجع يلمس الهواء تاني، فاللبن ده حصل له بوست كونتامينيشن، اتعاد تلويثه مره اخرى. انت لو فتحت العبوه في البيت لازم بعد كده احتفظ بيها في الثلاجه، ويبقى مكتوب على العبوه انها بعد الفتح تحفظ في درجات حراره اقل من 5 درجة مئوية فترة اللي هي مدة أسبوع.
خلي بال حضراتكم خلال الجولة فوجئنا بالمصنع بيكلمنا مرة تانية من خلال سماعات خاصة شخصية، وده بيدي إحساس بمدى اهتمامهم بكل زائر على حدة، وبيعلن إنهم فازوا بجائزة المذاق الرفيع الدولية في مسابقة عالمية بينظمها المعهد العالمي للتذوق في بلجيكا، ده بعد تقييم 198 خبير دولي للألبان لمنتجات المصنع. أيلين بجد. مخازن مصنع المصرية لمنتجات الألبان اتصممت وفق أحدث نظم التخزين في العالم ومراقبة تماماً، وسعتها تتجاوز 7000 طن ألبان، ولكن غير مسموح بخروج أي باليتة ألبان إلا بعد مرور 4 لـ5 أيام، والسبب حضراتكم هتعرفوه دلوقتي. دلوقتي احنا موجودين في منطقة تخزين الألبان، هنا بيتخزن ألبان جهينة، ألبان بخيره، لبن ميكس وغيرها من المنتجات اللي بيطلعوها من داخل الشركة المصرية لمنتجات الألبان. المفاجأة إن المخزن ده واحد من أكبر مخازن الألبان في مصر، طاقته حوالي 7000 طن يومياً، وبيتغير يومياً الألبان اللي موجودة فيه، يعني ألبان بتخرج وألبان بتدخل بنسبة 50%. المفاجأة الكبيرة جداً اللي كانت في انتظارنا وأول مرة اسمعها في مصنع للألبان، إن مفيش علبة لبن واحدة بتخرج من هنا إلا بعد مرور من 4 لـ5 أيام. ليه بقى؟ لأن كل 20 دقيقة داخل خطوط الإنتاج بيتم سحب عينات من اللبن في عبواته، بيتم سحبها للمعامل عشان يعملوا عليها اختبارات المايكرو بيولوجي عشان يطمنوا إن كل علبة من دول خالية تماماً من أي بكتيريا بنسبة 100%. أول ما النتائج تظهر، نتائج تحاليل المايكروبيولوجي عشان يطمنوا إن كل العلب دي آمنة بنسبة 100%، في الوقت ده بيتم السماح بخروجها وتداولها في الأسواق المحلية وكمان العالمية. المصنع ده بيصدر للعديد من الدول. إذن إحنا قدام منظومة كبيرة جداً في استلام الألبان وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتداولها وطرحها للسوق المحلي. إذن زي ما قلت لحضراتكم في البداية، ده مصنع أمن قومي. خلي بال حضراتكم 65% من مزارع مصر بتورد ألبانها لمصنع جهينة، وتحديدا الشركة المصرية لمنتجات الألبان. المصنع ده مفيش أجازات، المصنع ده ما عندوش أعياد، الشغل 24 ساعة، استقبال الألبان في كل وقت وفي كل ساعة. إذن هو بالفعل أحد مصانع الأمن القومي المصري. دلوقتي هنتحرك لمعمل التحاليل الجبار في مصنع المصرية لمنتجات الألبان. هو بيسيطر على كل مراحل العمل بالمصنع من أول استلام اللبن الخام ولغاية إنتاج منتج نهائي، وكل 20 دقيقة بيسحب عينات عشوائية من خطوط الإنتاج. تعالوا نقابل الدكتورة سمر ممدوح قائد فريق الجودة في مصنع المصرية لمنتجات الألبان. حضرتك قائد فريق الجودة هنا في المصرية، بتحسمي مدى قبول اللبن بتاعي أو رفضه من هنا صح؟ مظبوط. الضوابط بتاعتنا في استلام اللبن بنعمل تحليل ايه؟ ايه الاجهزه اللي احنا متفردين بيها؟ ما انا برضو لازم اطمن كمستهلك. احنا بنبدا الموضوع من الاول خالص، من اول ما بنستلم اللبن في الاول خالص. طبعا اللبن هو الماده الخام الاساسيه بتاعتنا، بنعمل عليها مجموعه من الاختبارات، بتبدا مثلا بالاختبار التجبن بالكحول، باختبار البي اتش، اختبار مجموعه اختبارات عشان نعرف المكونات بتاعه اللبن. عندنا كمان مجموعه من الاختبارات اللي تقدر تكشف عن الغش، زي مثلا الغش بالصودا او الغش أو مية، كل يعني معظم أنواع الغش نقدر إن إحنا نكشف عنها. وطبعاً ما نستلمش المزرعة إلا ما بنتأكد 100% إن اللبن ده سليم. طبعاً أنا ببدأ أختبر المنتج في كل الخطوات التصنيعية، فحتى بعد ما استلمت المزرعة موجودة عندي ببدأ أختبر المزرعة، السايلو اللي أنا دخلت فيه مجموعة من المزارع. بعد كده السايلو ده بنبدأ نحضر منه تانك، التانك ده أنا برضو بحلله في المرحلة دي، وفي الآخر قبل ما أعبي خالص في المنتج النهائي أنا برجع أتست المنتج تاني، وفي الآخر بختبر المنتج نفسه. طبعاً أنت محايدة، أنت لا مع المصنع ولا مع صاحب المزرعة. مظبوط. أنت بتشتغلي تحاليل بشكل علمي. مظبوط. يعني لو حصل خطأ في أي سايلو من سايلوات التخزين بنضحي بيه بالكامل. مظبوط. احنا هنا يعني بنحافظ على ان احنا اصلا ما نوصلش للمرحله دي. انا مش محتاج ان انا استنى لما يبقى عندي سايلو كامل في مشكله، لا، انا من الاول المزرعه اللي فيها مشكله برفضها. هو انا كصاحب مزرعه ممكن يبقى عندي خطا في عمليه الحلب او التداول او نقل اللبن تحذريني منه؟
انا لما اشوف الخطا مثلا اللي موجود، يعني مثلا لما اشوف عندك مثلا نسبه دهن فيها مشكله او نسبه مواد صلبه لا دهنيه فيها مشكله، يبقى انت عندك مشكله مثلا في التغذيه او عندك مشكله في حاجه. عندنا اطباء موجودين في الاداره بتاعه تطوير المزارع دي، بتبدا تتواصل مع الموردين، بتبدا تديهم حلول للمشاكل اللي موجوده عندهم. بتستقبلوا هنا البان مراكز تجميع ولا لا؟ وكميات قد ايه؟ طيب. يوميا مراكز التجميع برضو احنا زي ما الدوله بتهتم بيها، احنا كمان بنهتم بالنقطه دي، وبالعكس احنا بنقوم بزيارات ليها عشان نطورهم، ولو ليهم معامل نشتغل معاهم الجزء اللي احنا شغالين عليه. بس اللبن اللي احنا بنستقبله منهم هو بيتورد للمصنع اللي بيصنع الزبادي، مش للمصنع اللي بيصنع الالبان. لو لقيتي اللي بيورد لبن حاطط مواد حافظه او صودا، ايه الاجراء اللي بيتخذ في حاله بقى ان المورد ده خلى بالتعاقد بشكل ما، او وصل لي لبن جودته مش مناسبه كذا توريده ورا بعض؟ انا التوريده الاولانيه هحذرك، هقول لك انا عندي مشكله في التوريده الفلانيه، في التوريده الثانيه برضه هقول لك انا عندي مشكله، بعد التوريده الثالثه بس هعرض ودنك برضه في الثانيه، هخصم منك شويه. لا مش هستلمك اصلا، انت عندك مشكله في لا الاولانيه ولا الثانيه، انت عندك مشكله. الثالثه هحظر دخوله بقى. الثالثه بقى لا، انا هوقفك شويه لغايه ما تحل مشكلتك وتورد توريده اقدر استلمها. انا بعت عربيه، العربيه متحمله لبن وعايز امشيها بسرعه عشان انا ماجرها، ما تحسبش عليها فلوس، جاي من سفر مش عايز الدنيا تضلم عليا، الاجهزه هنا سرعتها عامله ازاي؟ طيب انا هقول لك، يعني احنا مثلا عندنا جهاز الميلكوسكان، جهاز الميلكوسكان يقدر يحلل العينه في 20 ثانيه. كمان احنا عندنا تيست بقى العد البكتيري، اختبار العد البكتيري او اللي هو التي بي سي. التي بي سي في العادي بالطريقه العاديه انا في خلال يومين يبقى عندي نتيجه. احنا الموضوع عندنا هنا مختلف، احنا عندنا دي ريليس كرايتيريا، يعني انا ما بقدرش اقبل المزرعه الا ما اشوف التي بي سي بتاعها. طب هعمل ده ازاي؟ اعمله بجهاز اسمه الباكتوسكان، الجهاز ده تقريبا الوحيد اللي موجود هنا في مصر. الباكتوسكان يقدر يطلع نتيجه 5 أو 6 عينات في خلال ما فيش تلت ساعه. مصنع المصريه لمنتجات الالبان يعتبر واحد من اهم واخطر مصانع الامن الغذائي في مصر، لانه بيستوعب لوحده البان 60% من مزارع الالبان في مصر. واسمحوا لنا ناكد على معلومه مهمه، مصر محتاجه العشرات من مشروعات مزارع الالبان لتغطيه الطلب في السوق المحلي اللي بيزيد تعداده حوالي 2 مليون نسمة سنوياً. يعني لو افترضنا أن متوسط استهلاك الفرد من الألبان حوالي 10 لتر سنوياً، وده أقل حاجة، يبقى احنا محتاجين حوالي 20 ألف طن ألبان إضافية طازجة سنوياً. تخيلوا. دلوقتي في قرية العمار بالأليوبية، القرية الشهيرة بالمشمش، هنقابل أخين بيشتغلوا في الإنتاج الحيواني، حامد ورضا عبد المؤمن. هم متخصصين في تربية الوحوش وليس فقط تسمين العجول. العجل بيخرج من تحت إيديهم 600 كيلو على الأقل. خليكم معنا. حامد ورضا عبد المؤمن أخين من قرية العمار الكبرى في مدينة طوخ بالأليوبية، أشهر قرى إنتاج المشمش. الاتنين بيشتغلوا في الإنتاج الحيواني وتحديداً تسمين العجول البلدية الخليط. والدهم كان راجل بسيط جداً ويدوبك بيربي عجل ولا اتنين بالكتير عليه رحمة الله، لكن هما الاتنين قرروا أنهم يتوسعوا ويحولوا مزرعتهم اللي أقصى طاقتها 50 راس خليط بلدي لمزرعة للوحوش، لأنهم مش بيخرجوا العجول إلا في أوزان ما تقلش عن 550 ل600 كيلو جرام عشان تدي أعلى تصافي في اللحوم. حامد ورضا عبد المؤمن بيختاروا العجول بمواصفات خاصة جداً، سواء من المزارع أو الأسواق، وفي أوزان ما تزيدش عن 280 كيلو جرام، وبيستخدموا أفضل أعلاف مركزة وهم بيكملوا المرحلة الثانية من التسمين للعجول عشان يوصلوا بيها لأعلى أوزان. وعندهم الجزارين والتجار اللي بيخطفوا العجول اللي بيسمنوها. تعالوا دلوقتي نتعرف على حكاية المشروع من حامد عبد المؤمن، 26 سنة، واللي بيحلم أنه يحول مصر لدولة منتجة للحوم وبتحقق الاكتفاء الذاتي منها. حامد عبد المؤمن، قرية العمار الأليوبية.
أنا قلت في المكان اللي أنت عايزه تمام، عشان بجد الناس تستمتع الله أكبر بتربيتك للعجول. أنت عامل مشروع محترم أنت وأخوك رضا، وبنربي 50 راس وجاهزين لموسم عيد الأضحى المبارك. أخبار التسمين إيه؟ النهاردة في ناس كتيرة جداً بتخرج من هذا القطاع، أنت جيت عدتنا الأمل. لا، التسمين موجود، لا إحنا أساس البلد، لا إحنا اللي هنوفر اللحمة الحمراء، إحنا هنعمل اكتفاء ذاتي المصري. كل الكلام ده حضرتك كنت بتقولهولي مفيش من 3-4 دقايق، صح ولا لا؟ تمام. حلمك إيه؟ حلمي إن أنا أعمل مزرعة إنتاج حيواني من أكبر مزارع المنطقة، وعاوز أعمل طفلة كبيرة في الإنتاج الحيواني. وإنك تعمل إيه البلد؟ عاوز أعمل للبلد اكتفاء ذاتي للحوم، وعاوز أعمل الأمن القومي المصري الغذائي، يبقى عندنا إنتاج حيواني مكفي مصر كلها. أنت كمربي محتاج إيه؟ محتاج دعم للأعلاف، بدل ما بنجيب العلف غالي نجيب العلف أرخص من كده، عشان نتشجع اللي إحنا ننقي إنتاج حيواني، نتشجع المربين والفلاحين وأصحاب المزارع يعمروا المزارع تاني من الأول وجديد. مشكلتك كلها سعر العلف؟ سعر العلف. مش السلالة مثلاً؟ السلالة برضو. مش الأمراض؟ السلالة مقروضة، ما بقتش السلالة زي الأول. محدش يعني لاقي عجول بلدي. لا، مفيش عجول بلدي، كله مستورد. طب ما ليه العجل ده نهتم بيه ويبقى أحلى من المستورد ومختلف مع الجو بتاعنا؟ هو ده، دي عجول خليط. دي عجول صح خليط كدا؟ متأقلمة على المناخ في مصر. احنا بنسميها بلدي. تمام. طب انت الحاج عبد المؤمن الله يرحمه. الله يرحمه وسامحه. علمك ايه وانت بتختار العجل بتاعك؟ علمني ان انا اختار عجل مظبوط عشان يبقى فيما بعد من 450 او من 500 كيلو ل 600 كيلو يجي معايا. انت ما تخرجش اقل من 600 550. 550 فوق، امال اقل من 500؟ لا. ليه بقى؟ انت قلت لي مره عشان خاطر الاقي فلوس. طبعا. طب يعني 500 ما يكسبكش فلوس؟ يخسرك؟ 500 موضوعك يكسبني. 500 يكسبك؟ اه، بيكون خدع المكان، بيكون نسبه التحويل فاخر عمره زادت، بيبقى نسبه التحويل بتاعه في اليوم من كيلو 800 ل 2 كيلو، بس انا بديله اللي هو بيبقى نسبه وتناسب، بناخد العلف اللي هو بياخده بيديني قصاده انتاجيه لحم. طب خلينا واحده واحده، انت بتجيب العجول دي منين؟ بتنزل فين تجيب العجول؟ بنزل الاسواق عشان ترمي معاك تحويل. الله اكبر. بالشكل ده بنزل الاسواق، يعني العجول دي كلها انا ما بختارش عجولي في يوم واحد ولا في اسبوع ولا في شهر، انا ممكن انزل السوق وممكن اروح مشوار اخر الدنيا واجيب منه عجل، اجيب منه اتنين. لازم العجل اللي يخش المزرعه بتاعتنا لازم يبقى له مواصفات، يكون ريحه طويل، يكون مستوى ظهره طويل، ظهره طويل. آه. يكون طويل من القيمه من ورا الحته دي، من القيمه دي يكون. آه. سن اللحم عليه، سن اللحم هنا، لمعه سن اللحم هنا. صح. يكون دماغه كبيره. اه، واخد بال حضرتك؟ ازيد من كده انا ما ينفعش معايا في التسمين. وانا بدور على الخليط بتاعي اللي انا هربيه ان هو بلدي. تمام. تمام. بدور على السلاله ان هو مثلا يكون من اصل هولشتاين، اصل انجوس، اصل هيرفورد، اصل سيمنتال. انت بتدور على ايه؟ بدور على الاصل، يكون اصله سيمنتال. سيمنتال. اه، بيكون شبيه للبلدي، يكون الجزار اللي هو بياخد مني اللي انا بسلم له بيحب العجل السيمنتال، بيكون نسبه التصافي بتاعته 60%. وبالنسبه لبرضه الراجل اللي هو مضحي، بيضحي مثلا في الاعياد او بيضحي في المواسم، بيحب العجل اللي هو فيه لون احمر كتير. بالنسبه للكرش بتاع العجل بتبص له ازاي؟ انا ببص العجل بالنسبه لحيويته بتبص لها ازاي؟ مستقيم من الفخذ للكتف. لو هو وزنه قد ايه الكلام ده؟ وزنه 300 كيلو. 300 كيلو، او وزنه 250 كيلو، او وزنه 220 كيلو، العجل بيبقى باين من صغره. النهارده العجل ده بتبص له اللي هو هيزيد او هو ما يزيدش. انا ما شاء الله شايفك زي ما مربي بقري، انا هنا مربي الجاموسي. تمام. الاقبال على انهي، الجاموسي ولا البقر؟ الاقبال على البقر. جزارين ولا اضاحي؟ جزارين جامو. في احيانا بعض الجزارين بيشتغل في الجاموس، وفي بعض الجزارين بيشتغل في الابقار. السعر النهارده عامل ايه؟ السعر النهارده يعني هتبيعوا لنا الاضاحي بكام السنه دي؟ باذن الله هو نسبه وتناسب، هو عرض وطلب، وكل ما العرض كتر كل ما السعر بيقل، كل ما العرض بيشيح كل ما السعر بيعلى، واحنا بنتمنى ذلك اللي السعر يقل. انت تتوقع كام كراجل دفعت فلوس علف أدوية بتشتري بقر وفاهم راسك من رجليك؟ مش هيقل عن كام؟ مش هقول لك بلاش نحدد. ما يقلش عن 140 جنيه. مش هيقل عن 140 جنيه. لا، ما يقلش عن 140 جنيه. أيوه. العجل المظبوط، أمال العجل اللي أقل من المظبوط يسوى 120 جنيه و125 جنيه و135 جنيه. يعني إيه اللي أنت قلته ده دلوقتي؟ عجل مظبوط يكون عليه اللحمية، يكون نسبة التصافي بتاعته عالية، النهاردة يكون نسبة التصافي بتاعته أعلى من العجل اللي هو يقول لك مثلا أسعار نزلت 135 130، بنبقى نسبة التصافي بتاعته مش عالية. السنة دي أنت راجل كلفت وصرفت وانتجت ومستني تعبك، صح كده؟ طبعًا. ومجهودك طبعا. شايف ان السنه دي الاقبال عامل ازاي على شراء الاضاحي؟ هو الاقبال السنه دي بالنسبه تقول 75%، مش زي مثلا كل سنه 100%. بالنسبه للسعر غالي والناس كلها رايحه على الناس خلفان. كلها غصب عنها السعر غالي، كله هبطان شويه.
طب انت هتعمل ايه؟ انت بايع مثلا نسبه قد ايه من المزرعه؟ انا بايع نسبه 80% ان شاء الله. تعالوا بقى نقابل رضا عبد المؤمن، 31 سنه، واللي بيحلم انه يبقى اهم مربي للعجول البلديه في مصر، وبيخطط لمزرعه تسمين ضخمه في العمار بالاليوبيه، ووقتها هيوصل بوزن العجول لطن على الاقل. رضا عبد المؤمن، انا شايفك ان انت الدماغ. ابدا. صح؟ ابدا، كلنا واحد. طيب احكي لي بقى الفرق ما بين العجل البلدي والعجل المستورد، وليه رضا وحامد واحمد ما بيشغلوش غير العجل البلدي في مزرعه؟ اولا العجل البلدي فيه مميزات كتير جدا، والعجل المستورد برضه فيه مميزات، كل حاجه لها مميزات ولها عيوب. بالنسبه للعجل البلدي عندنا هنا، طبعا المناخ بتاع مصر بيحب العجل البلدي المتأقلم، حتى لو اصله من بره، المتأقلم عليه، حتى لو هو واخد التلقيح بتاعه، الاصل بتاعه، التلقيح بتاعه انجليزي، السليمنتان، هولشتاين، الكلام ده. فما بيجي ويتلقح ويبقى عجل متواجد هنا بدور البيئه اللي هو موجود فيها، بيتأقلم على كده، وما بنديله العليقه اللي هو مطلوبه له حسب الوزن بتاعه مع جو المناخ، بيبقى العجل البلدي شغال معايا. بالنسبه للعجل المستورد، العجل المستورد برضه له سوق وله شغل تاني، انتاجه اعلى، تحويله اعلى، لكن المناخ في مصر صعب عليه شويه. انت المفروض بتشتغل عشان ذوق المستهلك وذوق الجزار بتاعك طبعا، اللي هو في النهايه بيشتري منه مستهلك طبعا. الجزار بتاعك لو قلت له النهارده هربي مستورد، هياخد منك؟ للاسف قليل قوي دلوقتي اللي بينطلب في المنطقه بتاعتنا هنا، قليل قوي. منطقه الاليوبيه دي كله بيعتمد على البلدي، كله بيعتمد على البلدي في منطقه الاليوبيه والمنوفيه، المستورد قليل فيها شويه، فطبعا تسويقه بيبقى ضيق. فالمصر انا عليه على البلدي ان هو تسويقه متاح بالنسبه للجزار بتاعي وبالنسبه للاضاحي، والمستورد كذلك يعني له سوق معين بس بره الاليوبيه، فبيكلفني زياده دلوقتي. سألك سؤال. اتفضل. هو انا لو كدوله عملت مزرعه كبيره جدا للانتاج الحيواني، وقلت للمربين اللي زي حضرتك كده لو سمحتوا تعالوا ربوا عندنا، يعني اتقسمت ملاعب وفيها مصنع للعلاف وكل واحد ياخد احتياجاته داخل هذا اللي اقول لك الكامب للانتاج الحيواني، توافقوا على حاجه زي كده؟ طبعا، وليه لا؟ وليه لا؟ ادام الاقي الدوله بتدعمني والاقي مصلحه اكل عيش ليا ولاولادي، وبكبر وبنجح في بلدي، وبلازم برضو من ضمن الشيء انقار الذات، انقار الذات ده شيء عظيم. وانا لو سالتك على فكره كده، مقترح في دماغي، الدوله بتعمل مناطق صناعيه، تخيل لو عملت منطقه للانتاج الحيواني ويبقى فيها مربين صغيرين، كل واحد ياخد ملعبين ثلاثه اربعه حسب قدراته، ويبقى في مصنع للعلاف وفي مركز للطب البيطري وحاجه كده يخرج منها العجول منوره زي ما انتوا عاملين، ينجح فكره زي ده؟ اكيد يا باشا، محدش يكره ان مكان يبقى فيه كل الاكتفاء الذاتي اللي انت محتاجه، من جهة الإشراف البيطري، من جهة الأعلاف، من جهة المكان الصحي، جيد التهوية، مكان واسع، الحيوان بنى المنى، يعني شباب يروحوا يعملوا هناك مشروعات، شباب يعملوا. الرئيس ما عمل مبادرة البنك المركزي 5% اللي هي بتاع البتلو، شباب كتير خدت القرض واشتغلت وأنتجت. وأنا برضو نفسي في مكان في فكرة زي اللي حضرتك مقترحها دي، إحنا كلنا برضو نروح ونخرج ونشتغل، محدش يكره الشغل. اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور علي عامر، الطبيب البيطري المشرف على مزرعة حامد ورضا عبد المؤمن، وبجد خبراته هايلة ودايما في ظهرهم. وبالمناسبة هو كان مدير عام المجازر والصحة العامة والأمراض المشتركة في الأليوبية. دكتور علي عامر، 37 سنة خبرة في طب البيطري، راجل أستاذ، راجل بتاع تفتيش، راجل بتاع رقابة، راجل بتاع إنتاج حيواني. دكتور حضرتك بتساند حامد ورضا، صح؟ تمام. خلينا نتكلم يا دكتور، الشباب دول إزاي نقدر نساعدهم؟ إزاي نقدر نضيف لهم؟ إزاي نقدر لما واحد يبدأ مشروع إنتاج حيواني نقول لو سمحت اتبع الخطوات دي عشان تأمن الإنتاج الحيواني؟ والله حضرتك هم يهتموا بتربية الثروة الحيوانية من زمان، مخاطر الإنتاج الحيواني من أيام والدهم. طبعا أول ما بيجيبوا العجول بيتم التحصين ضد الأمراض الوبائية زي مرض الحمى الكلاعية بالعترات المختلفة بتاعته، مرض حمى الوادي المتصدع، أمراض اللاهوائيات اللي هي الكوليستيريديا، أمراض مثلا جدري المشية، جدري المشية لحد الأبقار. أخبار أسعارها إيه النهاردة؟
التحصينات دي؟ الهيئة العامة للخدمات البطارية هي اللي بتقوم بالتحصينات دهيت. التحصينات سعرها عادي، يعني الحيوان بيتحصن ضد مرض الحمى الكلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، بيتكلف 21 جنيه الحيوان. حمى كلاعية وحمى وادي المتصدع. ده في المرة ولا في كل مرات؟ لا في المرة الواحدة. هو بيتعمل بيتعمل له بطاقة تسجيل حيوان الأول، وبياخد رقم قومي بلاستيك، ده تمن الرقم القومي البلاستيك، وبطاقة تسجيل الحيوان اللي هي بطاقة صحية له، دول بسبعة جنيه زائد 21 جنيه تحصين. البطاقة الصحية والرقم القومي ده بيتعمل مرة واحدة للحيوان. لكن التحصينات بتبقى كل أربع شهور، حمى كلاعية وحمى وادي متصدع، ده في حدود 21 جنيه. جدر المشية بيبقى أرخص، بيبقى 10 جنيه للحيوان. لما بروح مشروع إنتاج حيواني بلاقي دايما صاحب المشروع مأمن في صندوق تأمين الثراء الحيوانية. تمام. هنا الشباب شغالين بفلوسهم ومش مأمنين على العجول. تمام. هل المميزات اللي بيمنحها الصندوق محتاجة للتعديل؟ المفروض الصندوق ده تابع لوزارة الزراعة ومهمته يأمن على الثروة الحيوانية ويأمن الفلاح بتاعي. هو التأمين، تأمين على الثروة الحيوانية أفضل، لأنه بيحمي نفسه في حالة لا قدر الله لو حصل عنده وفيات أو حاجة ما مش هتخف، مثلا حيوان مش هيخف أو كده، هو بياخد نسبة التعويض بتاعته على حسب ما الصندوق بيقررها. ممكن توصل ل100%، ممكن 75%، ممكن 50%. لو التزم بالشروط الكاملة بتاعت التأمين بياخد تعويض 100%. فأنا نفسي ياريت والله صندوق التأمين على المشية يزود عملية الأعلاف شوية، ويبقى فيه علف للتسمين، فيه علف للحلاب، وياخد الكمية على حسب وزن العجل. يعني أنا وزن العجل عندي بأمن عليه 250 كيلو، ياخد له 5 كيلو علف. طب زاد بقى 400 كيلو، ياخد له 8 كيلو علف. طب زاد بقى 600 كيلو، ياخد له 10 12 كيلو علف. انا مستغرب من حاجه يا دكتور، عندنا مشروعات زي الفل زي اللي احنا واقفين فيها دي، وعندنا مربين بخبره رضا وحامد وخبراء في الطب البيطري زي حضرتك وزي حضرتك في التغذيه، امال ازاي احنا كيلو اللحم يوصل عندنا 400 جنيه؟ ليه نستورد كل هذه الكميات من بره؟ احنا صارفين 7 مليار جنيه ويمكن اكتر على مشروع البتلو. ارتفاع سعر العلف، مشروع البتلو ممتاز جدا، ارتفاع سعر العلف هو اللي بيرفع سعر اللحمة، لأنه هو دلوقتي بيأكل علف غالي، فالحسبة بتاعته سعر العجل بيزيد، تكلفة سعر العجل من علاج، تحصينات، أكل، عمالة، كهرباء، مية، كل ده بيرفع من سعر العجل. حامد ورضا عبد المؤمن جاهزين لعيد الأضحى بخمسين رأس عجول تسمين بلدية خليط، وكلها وحوش بجد، الوزن مش بيقل عن 550 كيلو جرام وبيعدي 600 كيلو جرام، وبعدها بيريحوا شهر عشان يطهروا المزرعة ويستعدوا للدورة الجديدة، وطبعا بيبدأوا رحلة البحث عن عجول التسمين، وكل دورة بيبقى عدد العجول فيها أكتر من اللي قبلها. ربنا يبارك لهم على قد تعبهم.